تبعا لجملة التدابير الخاصة بمتابعة تطور جائحة كورونا القاضية بالاستئناف التدريجي لأنشطة النقل ما بين الولايات بسيارات الأجرة والقطارات والحافلات مع إلزامية احترام كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، تستعد محطات النقل البرية عبر الوطن للعودة التدريجية للخدمة. عملية الحجز التذاكر على مستوى المحطات البرية على مستوى الشبابيك ستسمح لنا بتنفيذ التعليمات رئاسة الحكومة المتمثلة في إركاب 50% من عدد المسافرين في الحافلات. مواقيت فتح المحطات وغلقها ستراعي بطبيعة الحال أوقات الحجر الصحي. فيما يخص التدابير الوقائية من أجل فيروس كورونا كوفيد 19، تتمثل الإجراءات التحضيرية هي التعقيم الدوري المنظم للمنشآت البرية لكل مساحات على مستوى المحطات البرية على مستوى الوطني، وضع الملصقات الأرضية لتوجيه المسافرين، وضع الملصقات ولافتات التحسيسية والخاصة بالالتزام التباعد الجسدي وغسل اليدين وارتداء الإجباري للكمامة. ثم من مر شوية دعوة حبسة، ثم كانت معاناة شوية في الترانسبور هذه، بس الحق الجزائر أنا عاد صعيبة، درك الحمد لله عاد لاباس، درك عبالي باس فتحت هذه أول نهار تقريب، تدريجيا تتلقى شوية الحقيقة. تسرح الامور 9 شهور الواحد قاعد الخدمه ما كانش صعيبه شويه. اليوم رانا ولينا زاولنا نشاط، واول يوم ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء.